السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله أقدم لكم سلطة صحية 100% أو زعلوك كما نسميه. مكونه الرئيسي هو القرع الأخضر، يأتي لذيذا شهيا يحبه الكبار والصغار، وهي فكرة جميلة لكي نأكل القرع الأخضر ونستفيد من فوائده الغذائية. تابعوا أحبتي إلى الأخير لتكتشفوا مكوناته الأساسية وطريقة تحضيره، ولا تنسوني من اشتراكاتكم ودعمي إن شاء الله لتقديم المزيد والاستمرار، وشكرا لكم. سنحتاج على بركة الله إلى 500 غرام من القرع الأخضر مبشور، نصف كيلو من القرعة الخضراء، حبة طماطم كبيرة مبشورة كذلك، ملعقتان من زيت الزيتون، ملعقة واحدة من الزيت النباتية، فصان من الثوم المبشور، بعض القزبرة والبقدونس، ثم التوابل. سأحتاج هنا إلى بابريكا، الكركم، الفلفل الأسود، ثم الملح، البزار، الخرقوم، تحميرة ومليحة، وأخيرا سأحتاج إلى نصف ملعقة من الكمون حتى المرحلة الأخيرة. نبدأ على بركة الله. أضع مقلاة على النار، أصب فيها ملعقة من الزيت النباتية، ثم أفرغ عليها القرع الأخضر المبشور، أتركه يذهل قليلا. بعد أن يذهل القرع كما ترون معي، نضيف إليه بقية العناصر. بسم الله، الطماطم، زيت الزيتون، الثوم، كزبرة والبقدونس، ثم التوابل. نخلط الكل ونتركه ينضج، لا يتطلب وقتا كثيرا، فهو ينضج بسرعة كبيرة جدا، يحضر كله تقريبا في 5 دقائق. نضيف في الأخير نصف ملعقة من الكمون، ولنزيده لذة ننسم ببعض الزعتر، نحكه هكذا بين اليدين، يعطيه لذة رائعة. وها هي أحبتي السلطة أو الزعلوك، قد صار جاهزا في مدة قصيرة جدا جدا، يأتي شهيا ولذيذا. أتمنى أن تجربوه أحبتي، ولا تنسوني من اشتراكاتكم طبعا، ومن إعجابكم إن أعجبكم الفيديو، وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ومفيد بحول الله، ودمتم في أمان الله.